ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه يا مروان؟ انت مجنون ولا ايه؟ اخر مره شفت فريده ميت يعني تعل ولا اشوف فريده فين؟ معرفش. انا بسالك سؤال وتجاوبيني عليه. قلت لك معرفش. ايه اللي في دماغك يا مروان؟ انت اللي قتلت والد شمس وبعدين قتلت ولدي مش كده؟ ابن شمس ايه وابنك ايه؟ شمس نفسها شمس قالت لي على كل حاجه. انت السبب في اللي حصل لها، لكن هي ما كانش عايزه تقول. كانت خايفه على البيت ده، كتمت في قلبها عشان النار ما تولعش وتاكلنا كلنا. هي اللي قالت لك كده؟ انت اللي قتلت فريده عشان ولدك بس هو اللي يجري في البيت ده. ابن اخوك مش ابني. نسيت اقول لك، حسن عنده ولد تاني، يعني لو راح واحد مش هيزعل غير اللي ما عندهوش. كان بيتمنى ضفره. سامع؟ بيقول لك قتلت ولده. صح، انت عندك دليل؟ ايوه. معلش مروان معذور، قلبه محروق على ولده اللي كان بيتمناه من الدنيا، واي كلام يتقاله هيخلي عقله يودي شمال ويمين. بس لو بتتهم ريتال ان هي اللي قتلت ولدك يبقى لازم تتهمنا كلنا. ايوه، ريتال ما طلعتش من البيت الا عشان تشهد في النيابه باللي حصل. ايوه صح، بنتي ما طلعتش، بس في غيرها هو اللي طلع. ايوه، ما تبصليش كده. جبرية يا ساحة الحزن لبست وتخفت وخرجت من هنا من البيت، دلها في سنانها، ما حدش يعرف هي راحت فين ولا جت منين. تدبيت يا مرة؟ انت اللي اتجننت يا جبرية. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا كريم؟ هو اللي بقوله لك ده هو اللي حصل. خبر ايه يا مروان؟ ليه باصص لي كده؟ لا حبيبي، اياك تكون مصدق اللي بتقوله المره دي. لو بيدي هولع فيكم دلوقتي كلكم. لساكي عايزه تجدي نار في البيت يا كريمه؟ انا لا عايزه نار ولا رماد. مين اللي راح قال لمروان ان ريتال هي اللي عملت كده؟ جبريه طبعا، عشان الدم يجري في عروقه ويطلع يقتلها هي واللي في بطنها، وعشان انا كمان ما يبقاليش كتر في البيت ده. فهمتي ولا لسه عايزه تفهمي؟ ده كفاياكي عد. هو انت يا كريمه بتعرفي حاجات مش عايزه تقوليها لي ولا ايه؟ اسكتي يا ريتال، اسكتي عشان خاطري. Thank you.
مش عايز اسمع ولا كلمة. بس انا عايز اتكلم معك. انت شايف ان ده وقت كلام؟ مش عايز اسمع اي كلمة من اي واحدة فيكم. انت فاهمة؟ ربنا هيعوضك بدل العيل اتنين وتلاتة وهتزهق منهم. تقولي شايفة يا زينب العيال كده مش نافعة وهتشد عليهم. اقول لك اوعى تقول الكلام ده. دول هيبقوا احسن عيال في الدنيا كلها. كفاية انهم عيال مروان. بس في الاهم دلوقتي يا مروان. سيبك من الكلام اللي امي بتقوله واللي امك بتقوله. كانهم مش موجودين. اعتبرهم مش موجودين. هقول لك احنا نعتبرهم ان هم بركه البيت اللي نسمع منهم وبس. مش مهم بقى اي حاجه تانيه. وعلى فكره كلام الماما قالته ده قالته عشان خاطر ريتالو اللي اتقال عليها. يعني ما حدش له مصلحه في اللي حصل؟ علشان خاطري، عشان خاطري ما تزودش ولا كلمه تاني زياده. من الاخر كده البيت ده مش هتبقى له قومه تاني وهيبه والناس ترجع تحترمه غير لو اللي بيحصل ده انتهى. وده مش هيحصل غير لو انت مسكته بايد من نار وحديد. كلام حلو قوي يا زينب، بس زي السم في العسل. حقك، حقك تقول اكتر من كده كمان. بس اللي انا بقوله ده هو الصح. طب لو ريتال هي اللي عملتها؟ موتها، ادفنها بالحياه، وقتها هيبقى لك حق. ريتال اختي وحبيبتي وبحبها وبخاف عليها، وعمري ابدا ما صدق انها ممكن تعمل حاجه زي دي. بس لو حصل وثبت ان هي اللي عملت كده اعمل انت عايزه. مش حاسه باللي انا فيه. خدت لي فريده مش مخليكي حاسه بي ولا بالنار اللي جوايا. انا عمري ما كرهت فريده ولا هي كانت في دماغي من اصله. حتى لو كانت جابت لك مليون عيل يا مروان. انا عارفه ان مروان قلبه لزينة بنت عمه اللي قلب عشانها الدنيا كلها. مروان ليه انا وبس؟ لزينب مرات الكبير اللي هتفضل جنبه وفي كتفه طول العمر واللي هتجيب له العيل اللي يملى عليه حياته. مروان صدقني انا وانت بس اللي هنقدر نعدل المايله. مفيش حد تاني، لا حسن ولا فوزيه ولا كريمه ولا حتى جبريل. بس عشان خاطري سيبك بقى من الكلام اللي امي وامك بتقوله. مش هتضرنش يا زينب. وانا مش عايزاك تنسى. انا عايزاك تفضل ورا اللي حصل ده لحد ما تعرف مين اللي عمل كده. بس عايزك تبقى جبل. ايوه يا مروان، جبل ثابت ضارب في الارض مهما كانت قوه الريح ما تهزوش ابدا. مروان انا بحبك، واللي يزعلك يتعبني ويقلقني خليه ما اعرفش انا. مروان اللي يكسر قلبك بيقطع في قلبي مليون حته. انت اللي يوجعك بيهديني.